بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا وسهلا بكم أيها الأحباب إلى هذا المجلس المبارك، وإلى هذه المائدة العامرة، وإلى هذه الليلة الميمونة المباركة، والتي نطالع فيها سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى هذه المدرسة العلمية التربوية الأخلاقية الإيمانية التي اجتهد الأئمة السابقون في جمعها لنا ولله الحمد، فجاءتنا طيبة ميمونة مباركة موصولة إلى النفس المحمدي، موصولة إلى النفس المحمدي. وإذا ما فتشتم في أنفاس الخلق جميعا فلن تجدوا نفسا أصدق من نفس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنها كلمات خرجت بوحي. خرجت بإيه؟ بوحي، لأنه ما كان ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما حكيناه في الدرس الماضي من هذا الرجل الذي شك الصحابة فيه هل هو المسيح الدجال، فلما لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم فيه عزمة ويقول فيه قولا فصلا؟ ذاك لأنه لم يوحى إليه في شأنه شيء، فلا يقول شيئا إلا بإيش؟ إلا بوحي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وكنا في المجالس الماضية نتفيأ ظلال حديث جبريل، تذكرون حديث جبريل؟ وقد استفدنا من هذا الحديث في وقفات طالت بنا بعض الشيء إلى عدة مجالس فصلناها في اللقاءات الماضية، والحمد لله رب العالمين. إلا أني أردت أن تستمر الرحلة، وأردت أن نستمتع بقراءة صحيح البخاري، وإلا لو أننا تركنا أنفسنا لحديث جبريل ربما تكلمنا فيه عاما أو أقل أو أكثر، لأن فيه من الفوائد والدرر والعلوم ما لا بد وأن يتعلمها المسلم. لكني انتبهت إلى أن بعض المباحث الموجودة في حديث جبريل موجودة في الأحاديث التي بعد ذلك بنحو أو بآخر، بنحو أو بآخر، فاكتفيت من حديث جبريل بالمباحث التي قد لا تتكرر في صحيح الإمام البخاري، كما ذكرنا الأمور التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وذكرنا أيضا عن مبحث الملائكة مبحثا فيه بعض الطول، والما لا كل ذي بلا آب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم ولا نوم لهم، يعني تكلمنا عن الملائكة، وهذا من المباحث التي رأيناها في حديث من؟ في حديث جبريل. فقلت نواصل الرحلة، نواصل الرحلة، فإنها رحلة ممتدة، لأن صحيح البخاري كتاب ماتع مليء بالخير والنور والبركة، مليء بالعلوم العصرية والعلوم الإيمانية والعلوم التربوية. ربما العلوم التربوية هذه على وجه التحديد يحتاج المسلم أن يقف معها وقفة طويلة، خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، فنحن لا نحتاج إلى علم بقدر ما نحتاج إلى تربية أيضا، فإن هذا الدين جاء ليربي الأنفس والقلوب والأبدان والعقول، وليربي العلاقات بين البشر. صحيح يا أحبابي؟ وإذا نأخذ خطوة جديدة في قراءة صحيح البخاري، خطوة جديدة في قراءة صحيح الإمام البخاري. هذا الدرس في هذه الليلة الميمونة المباركة يدور حول أربعة نقاط، نرجع إلى ما كنا نفعل، أربع نقاط رئيسية في كل نقطة نستنبط ما تحتها مما جاء في صحيح البخاري، نستنبط ما تحتها مما جاء في صحيح البخاري. واستعدوا، فإني التقطت لكم أربع ثمرات من ثمرات صحيح أبي عبد الله البخاري، ثمرات طيبات ناضجات تحتاج إلى الاستيعاب والهضم مباشرة، يعني ثمرة جميلة كده بسرعة. أما النقطة الأولى من النقاط الأربعة، فبعد ما تصلوا على النبي كده، أيوة، يعني ما يبقاش مجلس فيه سنة النبي وكلام حضرة النبي وما نصليش على النبي، يعني ده أحلى ما في المجلس إن احنا بنقول عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا إيه؟ صلوا يلا على الحبيب كمان مرة. النقطة الأولى، تلميذ من مدرسة عبد الله بن عباس. إيه ده؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أيوة، إهدى عليا كده وسيب نفسك للدرس وللمجلس وللحظات الطيبات. تلميذ
من مدرسة من؟ عبد الله بن عباس. طبعا حضراتكم تعرفون أن عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وتعرفون أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن عبد الله بن عباس هذا هو صاحب أول جامعة إسلامية عرفها التاريخ الإسلامي، هو مؤسس أول جامعة إسلامية. فكان عبد الله بن عباس ممن يأمهم طلبة، يعني الطلبة يجولوا في بيته، فكان له 5 مجالس يومية، 5 دروس في اليوم، درس بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس، ودرس بعد الظهر إلى العصر، ودرس بعد العصر إلى المغرب، ودرس بعد المغرب إلى ما بعد العشاء. يوميا نعلم الناس السيرة والفقه والعلم والحديث وأيام العرب. أنا يا جماعة النهاردة بس حشاور على تلميذ واحد من تلامذة هذه المدرسة العريقة. يبقى النقطة الأولانية إيه؟ قولوا معايا عشان بس الدنيا تبقى معاها، تلميذ من مدرسة عبد الله بن عباس. عشان أقول لحضراتكم لا أبرك للمسلمين من المجالس التي يتعلمون فيها دينهم، يتعلمون فيها دينهم. ليه؟ لأنها تصبح بعد ذلك مدرسة، والمدرسة بتعمل إيه؟ المفترض يعني بعد فترة معينة كده المفترض المدرسة تعمل إيه؟ تخرج أجيال، مش كده؟ مش المفروض كده المدرسة تعمل إيه؟ تخرج أجيال. وكل من تخرج من المدرسة المحمدية النبوية أنشأ لنفسه مدرسة يعلم فيها طلابه، صحيح؟ فذهب عبد الله بن مسعود إلى العراق، وذهب عبد الله بن عباس إلى الشام، وذهب فلان إلى كذا، وكل من نزل بلدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له ماذا؟ كانت له مدرسة وتلاميذ. إن النهاردة بس هنشاور على تلميذ واحد من تلامذة مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يبقى النقطة الأولانية من درس الليلادي إيه؟ تلميذ من مدرسة عبد الله بن عباس، تلميذ من مدرسة عبد الله بن عباس. النقطة الثانية، صفتين عجيبتين من صفات الإيمان، صفتين عجيبتين من صفات إيه؟ من صفات الإيمان. ليه؟ حكم إحنا بنقرأ في صحيح البخاري كتاب إيه؟ كتاب الإيمان، تمام؟ ويمكن الحديث اللي هنقرأه النهاردة ونطلع منه الكلام دوت ده الحديث رقم 51 في كتاب الإيمان. الحديث رقم كام؟ 51 في كتاب الإيمان. هنطلع منه النقطتين دول، الأولانية تلميذ من مدرسة عبد الله بن عباس، ماشي يا سيدنا؟ النقطة الثانية صفتين عجيبتين من صفات الإيمان. وعايز أقول لحضراتكم وإحنا بنقرأ هاتين الصفتين أريد لكل إنسان أن يبحث في قلبه، هي الصفتين دول موجودين في قلبي زي ما قال سيدنا النبي ولا لا؟ هو في يا أخوانا أهم من أن الواحد يفتش عن إيمانه راسخ أم مزحزح؟ وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بعض الناس يؤمنون عن تقليد، وبعضهم يؤمنون عن بحث ونظر، فأيهم ينجو وأيهم يخاف عليه أن يهلك؟ الذي يؤمن عن تقليد يخاف عليه أن يهلك، يخاف عليه أن يهلك. أما الذي يؤمن عن قناعة وبحث ودراسة، هو الإسلام عايزك تبحث وتدرس وتذاكر وتتعلم، ولو جات لك أي شبهة تسأل المتخصصين. ليه؟ علشان ما عندناش سؤال ملوش إجابة، بوضوح أهو، ما عندناش سؤال ملوش إيه؟ ملوش إجابة. ليس عندنا في الإسلام شيء نخاف منه، ولا نقطة واحدة يا عم الشيخ، ولا نقطة واحدة. فيا جماعة الخير كل منا عليه أن يبحث في قلبه عن هاتين الإيه؟ الصفتين. النقطة رقم 3، حلاوة الإيمان فلا تشوشها، فلا إيه؟ تشوش. لأني اكتشفت شيئا عجبا، أنا اكتشفت شيئا عجبا، أن فطر الناس سليمة، أن فطر الناس إيه؟ أقسم بالله يا جماعة فطر الناس سليمة، وأن الله جبل الناس على فطرة الخير. يعني من قلبه كده ما بيحبش الشر، من جواه كده بيحب الخير والعدل، من جواه كده حتى الفاسق اللي بيدخن اللي بيأكل ستروكس لو قلت له صلي على النبي هيعمل إيه؟ هيصلي على النبي. أنا اكتشفت أن فطر الناس سليمة، وأن الإيمان مركوز في القلوب. أمال إيه اللي حاصل؟ شيء من التشويش على الإيمان.
التشويش على الإيمان ده راح جابوا سيدنا الإمام البخاري في حديث هو ربع الإسلام. في حديث هو إيه؟ ربع الإسلام. ده يعني تفهم منه إيه ده يا عم الشيخ؟ يعني الإسلام كله في كم حديث؟ في 4 أحاديث. ده واحد منهم اللي هو ما تشوش على الإيه؟ على إيمانك بما سأذكره لك، بما سأذكره لك. يبقى أنا كده بقول لحضرتك الحديث رقم 52 في كتاب الإيمان، حضرتك حط تحته 3-4 خطوط كده وبص كده فيه كل شوية وتفرج على قلبك كيف يشوش عليه وعلى إيمانه. تفرج على قلبك كيف يشوش عليه وعلى إيه؟ وعلى إيمانه. ما تصلوا على سيدنا النبي، صلوا على الحبيب كمان مرة عليه الصلاة والسلام. النقطة رقم 3، أنا قلت كم نقطة لغاية دلوقتي؟ الأولانية إيه؟ تلميذ من تلامذتي عبد الله بن عباس. النقطة الثانية، الله أكبر، صفتين عظيمتين من صفات الإيمان. رقم 3، فلا إيه؟ فلا تشوش. وحنحط إيدينا على مشوشات الإيمان. عارف حضرتك لما تبقى زمان كانت التلفزيونات بيقولوا بيحط فوق السطح كده حاجة اسمها إيه؟ كان زمان، دلوقتي بقى في إيه؟ اسمه إيه دوت؟ او كده طبق بيتحط فيه فول ولا طعميه ما نعرفش، بس اسمه ايه دلوقتي؟ بقى اسمه ايه؟ طبق صغير وطبق كبير، واللي بيجيب الاوروبي واللي بيجيب الغربي. كان زمان نحط البتاع ده فوق السطح ويقول لك لا اظبط الاريال عشان يبطل ايه؟ تشويش. انا بقول لك اظبط الدنيا عشان التشويش على الايمان ايه؟ يبطل ويختفي. صليتوا على الحبيب. النقطه الرابعه والاخيره، رابع واربعه. ايه رابع واربعه ديت وتقصد بها ايه؟ هقول لك على مفاجاه علميه. رابع واربعه سأقول لكم على مفاجأة علمية ودرس دقيق من صحيح البخاري، وكلام أنا جايبه من مولانا ابن حجر العسقلاني. مين ابن حجر العسقلاني دوت؟ شارح صحيح البخاري. عشان البخاري ده يا جماعة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي جاب الأحاديث دي كلها وحطها قدامه وقعد يشرح لغاية لما بقى 16 مجلد؟ الإمام مين؟ ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني ده منين؟ بلده ايه ابن حجر العسقلاني؟ اصله من عسقلان لكنه ولد بمصر ومات فيها. ابن حجر صاحب شرح الباري، فتح الباري، ده مدفون هنا هو بالقرب من الامام الشافعي، هنا هو في القاهرة في منطقة يسموها منطقة الامامين، ومكانه معروف. هو ده الحتة دي مدفون فيها مين؟ ابن حجر العسقلاني، شرح مين؟ شرح صحيح البخاري. النقطة الاخيرة اسمها ايه يا سيدنا؟ رابع اربع. رابع ايه؟ رابع وأربعة. هيا إلى تفصيل ما أجملنا كده، كويس؟ يعني الموضوع بتاع الليلة دي كلها هنتكلم فيه عن كم حاجة؟ عن 4 حاجات، وأنا ذكرتها لكم مجملة. فدلوقتي هنبدأ نعمل إيه؟ نفصل المسألة ونقرأ الحديث ونشوف مين تلميذ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس ده، ويعني إيه أنا قصدي إيه من كلمة تلميذ عبد الله بن عباس، عشان أقول لكم يا أخواننا قد إيه الصحابة حملوا العلم وراية الدين والتقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ورثوها لمن بعدهم. عملوا إيه يا سيدنا؟ عملوا إيه؟ ورثوها لمن بعدهم فوصلت إلينا، فهل يجوز أن تضيع عندنا؟ إيه رأيكم؟ ممكن تجاوبوني يا جماعة؟ ممكن تجاوبوني، ينفع تضيع أمانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندنا في عصرنا هذا؟ والله يا أخوانا أنا أذكر واحدا من التابعين. من التابعين ده يعني شاف سيدنا النبي ولا ما شافش؟ ها؟ يعني حضر مين؟ حضر الصحابة كده، كويس؟ هو من صغار التابعين. أنا أذكر أنه كان يقوم الليل فيصلي بالليل صلاة طويلة فتتعب رجلاه، يتعب يبقى مش قادر إيه؟ مش قادر يقف، فيأتي بعصن، عارف خزرانة زي اللي أنا شايلها في المكتب كده، خزرانة صغيرة كده، ثم يضرب رجليه ويقول انهض، أيظن أصحاب محمد أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ هم بس الرجالة؟ لا، ما احنا كمان جيل، جينا بعد جيل أتينا بعدهم. انهض، هل يظن أصحاب محمد أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. حملوا الرايه واعطوها لمن بعدهم. مش كده بقول لحضرتك اسمع عن هذا الرجل اللي لاول مره تسمع عنه. انا متاكد ان كثيرا منا لا يعرف تفاصيل هذا الرجل ولا يعرف تفاصيل حياته. هنرجع للحديث رقم كم قلنا؟ الحديث رقم 51 من صحيح البخاري في كتاب الايه؟ سمعوني، في كتاب ايه؟ الايمان. اقول وبالاسناد الى الامام البخاري.
خلي بال حضراتكم أنا بقول كلمة مهمة وكررتها كتير وهكررها كتير لغاية لما الناس تبقى أخد بالها منها. بقول أنا بالإسناد إلى الإمام البخاري، قصدي إيه يعني؟ قصدي أن العلم يؤخذ بالسند، يؤخذ بإيه؟ بسلسلة الرجال. وأنا قرأت البخاري عند شيوخي، وشيوخي قرأوه عند شيوخهم برجال متصلين إلى الإمام البخاري ثم إلى رسول الله. ها؟ عشان كده تلاقيني لما أبدأ أقرأ أقول إيه؟ وبالإسناد المتصل إلى الإمام البخاري، وهذا الإسناد مكتوب في ورقة، وإذا ختمنا صحيح البخاري يوم من الأيام فإني أعطي كل من حضر إجازة بالسند المتصل إلى رسول الله. في أحلى من كده يا بشمهندس؟ هو العلم يؤخذ بالإسناد، يؤخذ بالإيه؟ بالإسناد. أقول وبالإسناد إلى الإمام البخاري رضي الله عنه إلى أن قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره. ابن شهاب الزهري، وده أنا اتكلمت عنه في الدرس هنا وسبق لنا ترجمة ابن شهاب الزهري. بيقول ابن شهاب الزهري بيقول: أنا تلميذ واحد اسمه عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. اسمه إيه الرجل ده يا أخوانا؟ اكتب اسمه خليك فاكره، هو ده التلميذ اللي أنا هتكلم عنه. اسمه يا سيدنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس. عن مين؟ عن عبد الله ابن عباس. يبقى عبيد الله ده تلميذ مين ده يا عم هشام؟ تلميذ عبد الله ابن عباس. وعبد الله بن عباس تلميذ مين؟ ها؟ تلميذ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مين يا سادة يا كرام من المسلمين يعرف عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ مين يعرف ان ده كان تلميذ شاطر ومقدم ومن الأوائل في مدرسة عبد الله بن عباس؟ مين يعرف النجوم الذين خرجهم عبد الله بن عباس؟ خرجهم من مجلسه ومن درسه ومن تربيته له، واحد من النجوم اللي تخرجوا من مدرسة حبر الأمة وترجمان القرآن، واحد اسمه ايه؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود قال: أخبرني عبد الله بن عباس قال أخبرني أبو سفيان. خلاص ده مطلع الرجال اللي أنا قريتهم دول اسمهم ايه في علم الحديث؟ ها؟ السند. يبقى الآن ابن شهاب الزهري بيروي عن مين؟ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. والرجل ده النجم ده اللي محدش عارفه ده ماله ده؟ ده جماعة بيروي عن مين؟ عن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس في الحديث ده بيروي عن مين؟ عن أبو سفيان. عن أبو سفيان قال أخبرني أبو سفيان، وراح حكي الحكاية اللي احنا هنحكيها بعد حبتين ثلاثة. لكن خلي بالكم وخليكم فاكرين إن ابن شهاب الزهري ده من تابع التابعين، يعني شاف النبي؟ لا. شاف الصحابة؟ لا. شاف التابعين؟ من تابع التابعين. وابن شهاب الزهري ده هو طالب بيروح يحضر الدروس كده، والكلام ده أنا قلته قبل كده، كان ياخد معاه دفتر كده لا يسمع كلمة من شيخ من شيوخه إلا يسجلها كل حرف، حتى وجدوا في دفاتره زي الدفاتر اللي انت ماسكها عم أسامة ديت، عارف لقوا في دفاتره بعد ما مات إيه؟ ضحك الشيخ، تنحنح الشيخ، سعلى، سعلى يعني كح، يعد الشيخ كح في القعدة كم كحة. طب اللي قاعد بيعد كل نفس على المشايخ ده هيفوتوا معلومة؟ ها؟ ما يفوتوش ولا معلومة. لذلك كان يقعد مفتح عينه كده ومفنجل عينه كده للمشايخ. بعض الناس تحضر الدرس يتنح كده ياخد له تعسيلة ولو خلاص العشاء. لا، ابن شهاب الزهري ما كانش كده، كان يكتب كل كلمة لغاية لما زمايله قالوا انت مجنون يا عم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما يكح ولا يموت حتى، ايه ده؟ كل حاجة تكتبها. فقال زملاؤه: فلما كبر واحتاج المسلمون اليه علمنا انه كان على حق. علمنا انه كان على ايه؟ على حق. ليه كان على حق؟ يعني ما فوتش ايه يا عم احمد؟ ما فوتش كلمة. اهو ابن شهاب الزهري ده يا جماعة كان لما يروح الدرس كده ويسهر بالليل عند سيدنا الشيخ في اي حلقة ولا في اي درس ولا في اي مكان، ده بيقول: انا دخلت المدينة المنورة يوما فالفيت حلقة علم عظيمة تجاه القبلة وقت السحر. وقت ايه يا اخويا؟ وقت السحر. وقت السحر ده يطلع امتى؟ قبل الفجر، والحلقة مكتظة بالطلبة. ايه ده؟ قالوا: هذه حلقة قبيصة
وقبيصة هذا قصة لوحده وعالم لوحده وبأحكي لكم عليه بعدين. بس الشاهد ان الدرس منعقد والطلبة متجمعين امتى؟ في وقت الايه؟ في وقت السحر. تخيل يعني قبل صلاة الفجر مين بقى اللي يروح؟ كان ابن شهاب الزهري كده يروح يسهر في الدرس ولا يتعلم وبعدين يحفظ له 30-40 حديث كل يوم. يحفظ له قد ايه؟ 30-40 حديث. كانت عنده جارية في البيت، انا قلت الكلام ده قبل كده، كانت عنده ايه؟ جارية. الجارية دي يعني ايه يا اخوانا؟ جارية يعني ايه؟ ها؟ خادمة. خادمة. وكانت جارية بالفعل، الجواري انتهى موضوع العبيد والإماء يمكن في آخر القرن الرابع الهجري. ها؟ كانت جارية تخدم في البيت. طبعا يرجع بالليل متأخر من عند الدرس يلاقيها ايه؟ يلاقيها نايمة، فيصحيها تقول له طيب عايز ايه؟ طيب اكل شرب؟ يقول لها لا اقعدي اقعدي. يقعدها ويقعد جنبها يطلع الدفتر، حدثني فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن عبيدة عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن رسول قال رسول الله، وهي تبقى قاعدة جنبه بتعمل ايه؟ بتفقر. وهو عمال يعمل ايه؟ حدثني فلان. قالت له يا سيدي ما هذا الذي تقول؟ وهل انا يعني معنية بهذا الذي تقول يا سيدي؟ فقال لها أعرف أنك لست معنية بهذا، ولكني حفظت العلم فأحببت أن أراجعه عليك. المهم إن هو إيه؟ المهم إن هو يثبت. ده مين ده يا أخوانا؟ ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري تلميذ مين؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، اللي هو تلميذ مين؟ عبد الله ابن مسعود، النجم الذي تخرج في مدرسة عبد الله بن عباس. عبد الله ابن عباس. اسمع بقى الحكاية تبدأ منين، خد بالك وركز في اسم الرجل ده كده، عبيد الله ها ابن عبد الله ها ابن عتبة ابن مسعود. مين عندنا من مشاهير الصحابة اسمه ابن مسعود؟ عبد الله ابن مسعود، مش كده؟ فقيه الأمة، وده اتكلمنا عنه صح؟ اتكلمنا عن فقيه الأمة. أهو عتبة ابن مسعود جد عبيد الله، يبقى أخو عبد الله بن مسعود. أوبا، أخوه، أخو عبد الله بن مسعود فقيه الأمة اسمه إيه؟ عتبة ابن عبيد الله، ابنه عبد الله، ابن ابنه عبيد الله، اللي هو تلميذ مين عبيد الله ده؟ عبيد الله ده تلميذ عبد الله مين؟ عبد الله بن مسعود. منا يا جماعة هتسمعوا حبة أسماء كده في الدروس ديت عشان تعرفوا أن لهذه الأمة تاريخ عريق، أن لهذه الأمة إيه؟ تاريخ عريق، وأنها أمة عظيمة، وأن العلم أخذ بالجسو على الركب عند الشيوخ. ما أنا هسمعكم حبة كلام كده وحبة أسماء ما حدش أخد باله منها، أنتوا واخدين بالكم ولا إيه؟ أم سيدنا ابن شهاب الزهري يقول إيه؟ جالست 4 بحور من قريش. جالست إيه؟ 4 بحور. بحور يعني إيه؟ بحور في إيه يعني؟ في العلم. ما هو انت لما تروح تحضر الدرس وتضيع وقتك، ما تضيعش وقتك عند اي حد، لازم تضيع وقتك عند حد ايه؟ هتستفيد منه. ما هو ابن شهاب الزهري من شويه كنا بنقول كان بيعمل ايه؟ كان بيكتب كل كلمه فيروح يسمع اي حد يعني؟ لا، ما كانش بيروح يسمع اي حد. جالست يا اخوانا 4 بحور. اسمع بقى واكتب ال4 بحور دول برضو عشان برضو تاخد بالك، بحور من بحار العلم. ولما يعدي علينا اسم واحد منهم واحنا بنقرا صحيح البخاري، ايوه 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 ده من بحار العلم، ما هو لازم تاخد بالك، ما احنا برضه امه عريقه برضه. قال جالست 4 من بحور العلم، عروه بن الزبير. عروه مين؟ عروه بن الزبير دوت، عروه بن الزبير بن العوام. من امه؟ اسماء بنت ابي بكر. ومين اخوه؟ عبد الله بن الزبير. ومين كمان؟ ومصعب بن الزبير. خدت بال حضرتك؟ مصعب وعبد الله وعروة. عارفين مين عروة ده يا اخوانا؟ قصة مشهورة جدا والأئمة والخطباء يقولوها على الجمع والمنابر من زمان قوي. عروة ده اللي لما دبت الأكل في رجله وقالوا له نقطع رجلك اشرب الخمر عشان تسكر ما تحسش بأطعان الايه؟ بأطعان الرجل. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ كلكم حافظين الحكاية. قال لهم ايه؟ لا، دعوني ادخل في الصلاة. فلما دخل في الصلاة مد رجله فقطعت وهو يصلي، وما زاد على قوله حس حس وهو يصلي. فلما انقضى أو قضى صلاته قال أنتهيتم؟ يا بوي ده لو دبانة عدت قدامي وأنا بصلي، ده أنا وأنا بصلي ببقى عارف مين أول الصف هناك. هو كده. فلما انتهى من صلاتي قال لهم يا أبو يحيى أنتهيتم؟ ده معناه انه كان ايه يا اخوانا؟ هي دي الصلاه.
سيبك من أي حاجة تانية، هي دي الصلاة. إيه ده يا عم انتهيتم؟ أهو ابن شهاب الزهري بيقول أنا قعدت مع واحد من دول، أدى أول واحد من الكبار اللي أنا قعدت معهم، اسمه إيه؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه. والتاني قال قعدت مع بحر من بحور العلم تاني اسمه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. ها؟ عبد الرحمن بن عوف عارفينه طبعا. مين عبد الرحمن بن عوف؟ المبشرين بالجنة، أحد المبشرين بالجنة، ومن أغنى أغنياء الصحابة، وكان ينفق ماله في سبيل الله. عبد الرحمن بن إيه دوت؟ ابنه اسمه إيه؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ده يا أستاذ إمام كان بحرا من بحور العلم. ابن شهاب الزهري بيقول قعدت مع أبو سلمة ابن عبد الرحمن ده كمان. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن كان زميله عروة بن الزبير اللي احنا حكينا عنه، صحاب يروحوا الدرس مع بعض ويجي الدرس مع بعض، لكن عروة كان أسبق. عروة كان إيه؟ أسبق. فجاء أبو سلمة قال لها يا أمنا عائشة، قالت له نعم، قال لها والله ما فاقنا عروة، هو عروة أجدع مننا بصراحة وحافظ أكتر مننا شوية، ما فاقنا عروة إلا لأنه يدخل عليك أن شاء فأنت خالته. ما هو عروة ده أم مين؟ أسماء. وعائشة تبقى له إيه؟ خالته. فيدخل على خالته براحته، بقى خالته فيدخل تسمعه العلم فبقى حافظ أكتر منه. قال لها يا أماه أبو سلمة ده صاحبه، ما فاقنا عروة إلا لأنه يدخل عليك أن النشاء في الوقت اللي هو عايزه يسألك عن أي علم فتقولي له. وطبعا عائشة وما أدراك ما عائشة، ها، التي روت عن رسول الله أكثر من 1000 حديث. عائشة فما قالت له إيه؟ يا أبا سلمة ويحك، وأنت ما منعك أن تدخل علي فأنا أمك أم المؤمنين، ما تيجي أنت كمان، والله ما رأينا أوصل لنا بعد رسول الله من أبيك. أبوه مين؟ أبوه مين إخوانه؟ عبد الرحمن ابن عوف. قالت له أكتر واحد وصلنا بعد سيدنا النبي أبوك يا ابني، تعال اسألني من أمك أم المؤمنين، وهي يمكن تطلع في سنه أو أصغر منه شوية، ما هي كانت صغيرة رضي الله عنها، لكنها حملت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا معايا يا جماعة ولا تعبتوا؟ أنا ما قلتش حاجة لسه، أنا بكلمك عن مين دلوقتي؟ عبيد الله. عارف أنت أبو سلمة ده، بس اسمع بس اللقطة العجيبة دي، كان صاحبه عروة بن الزبير وصاحبه الأئمة الكبار، فأنبى قال لهم بقول لكم إيه، أبو سلمة بن عبد الرحمن كان دمه خفيف خفيف الظل، وكان سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه الله يرحمه كان يقول إيه؟ لا تأخذ العلم من كشر، والله كان يقول كده، لا تأخذ العلم من كشر نكد. قالوا له ليه يا مولانا؟ قال لأن علمه مثله نكد. ما دام هو مبوز طول الوقت ده هيطلع ايه ده؟ هيديني ايه يعني في الآخر؟ فلازم عشان كده الشيخ كان ايه؟ خفيف الظل كده، ها، كان يروح القلوب ساعة ويقول لك حاجة كده من النكات وبتاعه ومش عارف ايه. فأبو سلمة ده ها كان خفيف الظل كده، فما قال لأصحابه مرة وهم قاعدين، قال لهم بقول لكم ايه؟ أنا في يوم من الأيام هبقى أمير المؤمنين زي أبو بكر الصديق زي عمر بن الخطاب. قالوا تجننت يا عم، مين أنت عشان تبقى أمير المؤمنين يعني؟ قال لهم طب اسمعوا اسمعوا. وهم واقفين كده جه من بعيد قطيع من الأغنام، قطيع من الإيه؟ من الأغنام، فقال وقد أسمع أصحابه: اللهم إن كان قد سبق في علمك أن أصبح أميرا للمؤمنين فاسقنا من هذا القطيع شربة لبن. حلوة دي، فيها مشكلة دي؟ طيب أول ما الغنم تيجي بقى قطيع كبير من الغنم يجي فيه 500 راس، مش هيعرفوا يجيبوا منه بقين لبن يعني؟ يعني خلاص عايز يقول لهم لو شربنا من هذا القطيع بق لبن يبقى سبق في علم الله أن أصبح أمير المؤمنين. حلو كده؟ حلو. قالوا له يا سلام. قال لهم أيوة أهو، اللهم إن كان قد سبق في علمك أن أصبح أمير المؤمنين فاسقنا من هذا القطيع شربة إيه؟ لبن. قال عروة بن الزبير: فلما أقبل قطيع الأغنام فإذا هو تيوس كله. تيوس كله، ما فيهوش ولا حاجة، يبقى هيبقى محظوظة، هيبقى أمير المؤمنين ده في يوم من الأيام. قال ابن شهاب الزهري: جالست 4 بحور من العلم. يا أخوانا أنا بقول لك حضراتكم أهو، إحنا بنقعد مع بعض زمايلنا والمشايخ وكذا، نقول أنا سمعت على الشيخ فلان، والثاني يقول لي يا بختك والله كنت نفسي ألحقه قبل ما يموت، كنت نفسي ألحقه قبل إيه؟ قبل ما يموت. يا جماعة العلم يتصل هكذا، يقول يا أنت قعدت وسمعت من الشيخ سعد جويش، أقول له سعد جويش ده درس لي في الجامعة وسمعت عليه في الأزهر الشريف، يا مات قبل ما أروح أذاكر في الأزهر بسنة ولا بـ5 أشهر، يا خسارة ما لحقتوش.
ابن شهاب الزهري بيقول ايه يا اخوانا؟ بيقول انا قعدت مع كم؟ 4 ايه؟ بحور من بحار من بحور العلم. اول واحد اسمه ايه؟ عروة، والثاني ابو سلمة بن عبد الرحمن، والثالث قال وسعيد بن المسيب. اوه سعيد ابن المسيب، وسعيد ابن المسيب ده من تلامذة عبد الله بن عباس، نجم من نجوم العلم في مدرسة عبد الله بن عباس. وسعيد ابن المسيب كانت له قصة طويلة وعلم واسع وغزير وحكايته طويلة، يعني كلام حولها طويل جدا. سعيد ابن المسيب، أيوة سعيد ابن المسيب رضي الله عنه. يبقى ابن شهاب الزهري قعد مع كم واحد لغاية دلوقتي؟ الأولاني عروة، والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن، والثالث سعيد. أما الرابع قال وجالست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فعبيد الله ده زميل مين وزميل مين وزميل مين؟ زميل عروة وزميل سعيد بن المسيب وزميل كمان مين؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن. فعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود شيخ ابن شهاب الزهري، وتلميذ من؟ تلميذ ها؟ تلميذ عبد الله بن عباس. اسمعوا المفاجأة يا جماعة. كان عبيد الله مربيا ومعلما لعمر بن عبد العزيز، هو الذي رباه وعلمه، هو الذي رباه وعلمه. وقال عمر بن عبد العزيز لساعة 60 دقيقة أو أقل. اسمع اللقطة العجيبة دي. قال عمر بن عبد العزيز، طبعا عارفين مين عمر بن عبد العزيز؟ بيسموه خامس الإيه؟ خامس الخلفاء الراشدين، الإمام العظيم الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وخلى الدنيا كلها تبقى مبسوطة، وعمل إيه؟ جوز الشباب وجوز الفتيات وحجج اللي مش قادر يحج، وخلى الناس. وخد في الخلافة كم سنة؟ أقل من سنتين. تخيل في سنتين قلب وش الدنيا، خلى يعني قد الدنيا، يعني حاجة فخمة. في كم سنة؟ في كام؟ في سنتين، أقل من سنتين، بس سنتين أهو يا عم. يقدر ولا ما يقدرش؟ أهو هي الحكاية محتاجة إيه؟ إرادة. خلاص كل الظالم وكده في كام؟ في 3 أشهر الدنيا تتظبط، بس محتاجة إيه؟ عمر بن عبد العزيز. مين اللي ربى عمر بن عبد العزيز؟ والعجيب يا أخي إن كل الناس عارفين عمر بن عبد العزيز، بس عارفين شيخه؟ ما عادش عارف شيخه. مين شيخه بقى يا أستاذنا؟ أهدي برضو فايدة تاخدها فين؟ واحنا بنقرأ صحيح البخاري. خد بالك الدرس بيعمل فينا ايه، خد بالك العلم بيودينا فين ويجيبنا ازاي. شيخ عمر بن عبد العزيز اسمه ايه؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، يعني جده اخو عبد الله ابن مسعود. شيخ مين ده؟ شيخ عمر بن عبد العزيز. كان عمر بن عبد العزيز يقول، اسمع العجيب، كان عمر بن عبد العزيز يقول لساعة مع عبيد الله ابن عبد الله خير لي من الدنيا وما فيها. تخيل لقطة واحدة بس، لا جلسة واحدة مع عبيد الله ده أحسن عندي من الدنيا وإيه وما. وشوف كان بيربيه إزاي. حكم برضو يا إخوانا اللي تربى تربية فخمة لازم يكون المربي إيه كمان؟ فخم. لازم المربي نفسه يكون فخم عشان تبقى التربية فخمة. يقول في يوم من الأيام كان عمر ده صغير السن كده وتأخر عن صلاة الجماعة. ليه؟ فبص عبيد الله في الجامع، فين هات عمر اللي أنا بحفظه؟ ما جاش. ليه تأخر؟ ليه؟ فدخل الجامع وهو ايه والصلاة خلصت، فقال ما الذي جعلك تتأخر عن صلاة الجماعة يا عمر؟ قال يا شيخي يا سيدي كانت الجارية ترجل شعري. ترجل شعري يعني ايه؟ قال له أخرك عن صلاة الجماعة أن الجارية ترجل شعرك؟ قال نعم. فقام عبيد الله فحلق له شعره. قال هذا الذي يؤخرك عن صلاة الجماعة؟ وبلغ من اهتمامك بشعرك أن يؤخرك عن صلاة الجماعة؟ طب أهو، وراح عمل إيه؟ حلق له شعره. تشوف التربية ده معناه إيه يا جماعة؟ معناه إن إحنا نحلق شعر الولاد؟ لا، بقول لك قد إيه يعني رباه على الدين وعلى الإقبال على يعني كان حاجة. لغاية لما في يوم من الأيام بلغ عبيد الله اللي هو الشيخ بقى، بلغوا إن عمر بن عبد العزيز هو صغير كده يقع في بعض الصحابة. يعني ايه يقع في بعض الصحابة؟ يعني بيقول كلام مش حلو عن بعض الايه؟ عن بعض الصحابة. فجاء ليحفظ ولا ليتعلم عند الشيخ. قال عمر بن عبد العزيز فلما دخلت على عبيد الله بن عبد الله فوجدته مغضبا. مغضبا يعني مصدر الوش الايه؟ الخشب. وطبعا يموت هو في سيدنا الشيخ، ها بيحب شيخه طبعا. فلا اهل مرة دي ايه؟
مكشر كده ومكلضم؟ قال له يا سيدي فاقبل عذري إن كان لي عذر. عارف من غير ما يعرف الشيخ زعلان منه في إيه، من غير ما يعرف. قال له يا سيدي فاسمع مني واقبل مني إن كان لي عذر. ما الذي جعلك تغضب؟ فأجلسه وقال يا عمر أتتهم الله في كلامه؟ قال حاشا لله. أتتهم رسول الله في كلامه؟ قال عمر حاشا لله. قال فإن الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل علمت يا عمر أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ تغلط في الصحابة؟ أنت عرفت أن ربنا سخط عليهم بعد إيه؟ بعد أن رضي عنهم؟ فقال يا سيدي والله لا أعود لمثلها أبدا. أنا أعمل كده؟ أنا أول مرة أخذ بالي من اللي أنت قلته ده. رباه يا جماعة ولا ما ربهوش؟ ده نجم تخرج في مدرسة إيه الرجل اللي أنا بحكي عنه النهاردة ده؟ مدرسة مين؟ عبد الله بن عباس. أنت واخد بالك؟ وكان مالك بن أنس يقول صحب ابن شهاب الزهري عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حتى كان يأتي له بالماء من البئر، يعني يجيب له المي عشان يتوضأ ويجيب له المي عشان، وده برضه من أدب الطالب مع شيخه، كان يخدمه ليل نهار، يجيب له المي من البئر عشان يتوضأ عشان يغتسل. ليه؟ لأنه يستفيد منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كل الكلام اللي أنا قلته لكم ده يا جماعة، هقول لكم على آخر لقطة في هذا النجم العظيم رحمه الله ورضي الله عنه. كان إذا صلى يطيل الصلاة إن كان يصلي وحده. يطيل الصلاة إن كان إيه؟ إن كان يصلي وحده، يصلي ويطول في الصلاة إذا كان بيصلي لوحده. وإذا صلى مع الناس خفف، لكن إذا صلى لوحده يطيل الصلاة. عابدا زاهدا فقيها من الفقهاء السبعة. إيه؟ أيوة، في المدينة كان في سبعة يتقال عنهم الفقهاء الإيه؟ الفقهاء السبعة، زي ما قلنا عن العبادلة الإيه؟ الأربعة، مش سبعة. العبادلة كام؟ أربعة. الفقهاء كام؟ سبعة. ده واحد منهم. اسمه إيه الرجل اللي احنا بنحكي عنه؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قالوا فدخل في الصلاة يوما، بيصلي لوحده ولا كان حد معاه؟ لا كان بيصلي لوحده. فجاءه علي ابن الحسين. مين علي ابن الحسين؟ علي زين العابدين، أحسنت، ابن سيدنا الحسين الذي نجا في كربلاء من آل بيت النبي جميعا، كلهم قتلوا إلا السيدة زينب والسيد علي زين العابدين. علي زين العابدين. فجاء علي زين العابدين، على فكرة ده يحتاج إلى وقفة طويلة ونحكي قصته في درس كامل، لأنه حاجة كده من العجائب يعني. ده اللي قال فيه الفرزدق وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، حكاية كده هبقى أحكيها لكم بعدين. لكن دلوقتي ده رجل فخم من الكبار من العلماء العاملين ومن آل بيت رسول الله. فدخل يدور على مين؟ على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعبيد الله ده من العبيد يعني ليس من الأحرار حتى. فالشيخ الإمام دخل يدور عليه، فين عبيد الله يا جماعة؟ لو بيصلي هناك هو. فجلس ينتظره فأطال الصلاة جدا كعادته. ده ذوق، هو مش واخد باله مين اللي جاي يسأل عليه. كان عبيد الله ده إذا دخل في الصلاة انسى، ما يبقاش عارف مين حتى اللي حواليه ولا هو قاعد فين ولا بيعمل ايه. الناس دي كانت عندها دين يا اخواني، الناس دي كانت عارفة ربنا كويس، الناس دي هم اللي احنا ها نتحمل عنهم العلم والرواية وما عملنا بربع ما عملوا، ومش عارفين نعمل ولا حاجة من اللي هم عملوه. بس ده معناه ان احنا نيأس ولا نفكر بعضنا؟ نفكر بعضنا ولا ايه؟ دخل عبيد الله في الصلاة فانتظره علي زين العابدين، فلما أطال الصلاة وسلم علي زين العابدين السيد ابن رسول الله، قال فلامه الناس، والناس جاءوا يقولون له يا عبيد الله تطيل الصلاة هكذا وابن رسول الله ينتظرك. فرفع كفيه إلى السماء وقال اللهم غفرانك، كأنه بيعتذر من حاجة غلط. اللهم غفرانك، من قصد صلتك لا بد وأن يعنى. من قصد إيه؟ صلتك لا بد أن إيه؟ يعنى. يعنى يعني إيه؟ يعني يقع في العناء والتعب.
لابد وأن يعنى. الناس لموا وهو كان في العبادة وما كانش عارف أن علي زين العابدين قاعد مستني. أنا قلت لحضراتكم أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الفقهاء الإيه؟ السبعة. مين بقى الفقهاء السبعة دول؟ ها نعد الحكاية دي ولا نقولها؟ إن قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. كم واحد دول؟ أنا فهمتش حاجة. بيقول فهمتش حاجة. أنا إيه اللي أنت قلته ده صحيح؟ إيه اللي أنت قلته ده بجد؟ ما هم يا أخواننا قالوا لنا كده في الأزهر، قالوا لنا تحفظ المتون تعرف العلوم، من حافظ المتون حاز الإيه؟ الفنون. عشان أقعد أحفظ سبعة أنفار هنساهم، لكن لما أحفظ بتير من الشعر كده أنا بقيت حافظهم وعارفهم أهو خلاص، وانساهم. أنا قريتهم من 20 سنة دول لكن أهو فاكرهم، لأن هم في بيتين شعر يعني بيقولوا إيه؟ إن قيل من في العلم سبعة أبحر، كم واحد؟ أبحر، أبحر يعني جمع إيه؟ بحر. إن قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، يعني حاجة مضبوطة كده مش طالعة عن بعيد عن العلم، إنما في صلب العلم، فقل هم، هيعد كم واحد؟ سبعة. فقل هم عبيد الله. أول واحد منهم مين؟ عبيد الله ده اللي احنا قاعدين نحكي عليه من أول الدرس. فقل هم عبيد الله عروة قاسم، عروة اللي حكينا عنه برضو من شوية، عروة مين؟ عروة بن الزبير. قاسم، قاسم مين؟ قاسم بن محمد بن أبي بكر، ابن بكر الصديق. انتوا يا جماعة لازم تاخدوا بالكم. إن قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد، سعيد بن المسيب، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يبو كام؟ يبو سبعة. خلاص الحكاية خلصت اهي من غير مشاكل ولا أتعني. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان، أبو بكر سليمان خارجة. مين خارجة ده؟ ده واحد من الفقهاء الكبار في هذا الزمن العظيم. يا جماعة الخير، حكيت لكم حتى الآن عن نجم من نجوم مدرسة عبد الله ابن عبد. أنا يا أخوانا عايز أقول لكم حاجة، مدام التلميذ كده أمال الأستاذ كان إزاي؟ مدام الولد اللي تربى كده أمال شيخه كان عامل إزاي؟ أبقى محيط. يعني عبد الله ابن عباس يبقى إيه؟ يبقى محيط. وما دام عبد الله بن عباس محيط وهو تلميذ لسيد الخلق، امال سيد الخلق كان ايه؟ ما اقول ايه على رايك، اقول ايه صلى الله عليه وسلم، اقول ايه ولا اقول ايه؟ عشان تعرفوا قد ايه اخواننا احنا مقصرين، وان احنا لازم نفوق، وان المجالس لازم تنعقد مره ومرتين وعشرة، وان احنا لازم نرجع لتاريخ هذه الامه العريقه ونتعلم الكلام ده وما نفوتوش. احنا النهارده قلنا الدرس على كم نقطه؟ 4 نقاط. فصلنا النقطة الأولانية، أنا هملك السبعة يا مولانا، ما تبقاش متضايق كده لما خلص الدرس هبقى مليهم لك، ما تبقاش متضايق. إن قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. حلو كده، قول. حاضر حاضر، هنبقى نفصل الحكاية دي. حاضر، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللي أنا عايزك تعرفوا منهم دلوقتي مين؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وده اللي احنا اتفقنا عليه من اول الدروس. يا جماعة انا مش هدوش دماغكم مرة واحدة، لا، كل مرة هنحكي عن واحد يبقى بيعمل ايه، بنتعلمهم كده ستيب باي ستيب كده، واحدة واحدة، خطوة خطوة، لغاية لما نعيش الموضوع. ما هو لازم نعيشه، مش هنحفظه كده هبدأ واحدة، هبدأ واحدة ما تجيش، هبدأ واحدة تكسر دماغنا على طول. كان في واحد استاذنا في الازهر الله يرحمه، في الازهر كان الطلاب يجتمعوا حواليه فيسأل سؤال، فأم أنا كنت بحبه جدا الله يرحمه، أرفع إيدي كده وأجاوب، يقول لي يا محمود، أو أيوة يا مولان، يقول لي فتح الله رأسك بساطور العلم الرباني. فأنا ما كنتش فاهم حاجة، أقول آمين، يقول لي طب اوعى الساطور يعورك. المهم العلم الرباني في الآخر. يعني شوفوا يا جماعة، لا، واحدة واحدة يا عم الحاج. أنت النهاردة أنا عايزك تعرف مين؟ عبيد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن يمين ابن عتبة ابن مسعود. تلميذ مين؟ عبد الله ابن مسعود. وشيخ مين؟ ابن شهاب الزهري. ومين كمان اللي رباه وحلق له شعره لما تأخر عن الصلاة؟ عمر بن عبد العزيز. ها هو الذي ربى عمر بن عبد العزيز الذي أصبح أمير المؤمنين وأصبح الخليفة العادل وكذا. النقطة الثانية بقى، ارجعوا لأصل الدرس عشان ايه نواصل الخطوات لقدام. كم النقطة الثانية كانت ايه؟ ها
مش سامع. راحت فين يا ولا النضارة يا ولا؟ طيب هنقرا الحديث نرجع للايه؟ نرجع لايه يا اخوانا؟ للحديث. ما احنا بنقرا صحيح البخاري. انا قلت لكم اوعوا تنسوا في خضم المعلومات والحاجات اللي احنا بنعملها ديت ان احنا بنقرا صحيح البخاري في الاخر. نقرا ايه؟ صحيح البخاري. بيقول ايه بقى سيدنا الشيخ؟ قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب. كده انتوا بداتوا سمعتوا عن ابن شهاب ده؟ سمعتوا عنه صحيح؟ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. عرفناه؟ عبيد الله بن مين؟ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان. أبو سفيان ده يطلع مين يا جماعة؟ صحابي ولا لأ؟ هو أسلم يوم الإيه أبو سفيان ده؟ أسلم يوم الفتح، ولكنه حسن إسلامه وجاهد في سبيل الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وحضراتكم عارفين قصة أبو سفيان من أولها لأخرها، لدرجة أنه هو في يوم الفتح واقف كده، وبعدين لسه أسلم ما فيش 15 دقائق، فعدت الإيه؟ عدت الكتائب دخل مكة في فتح مكة، وكتيبة قبيلة كذا، وعمله والعباس واقف جنبه يقوله بص القبائل كلها دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العباس حتى مرت الكتيبة الخضراء، الكتيبة الخضراء، فقال من هؤلاء؟ فقال العباس له هؤلاء الأنصار فيهم رسول الله، فيهم رسول الله. فقال أبو سفيان للعباس لقد أضحى ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس ويحك، إنه ليس الملك، إنها النبوة. إنها ليه؟ النبوة. هو واقف يا جماعة، حدثته نفسه. مين ده؟ أبو سفيان. حدثته نفسه قال لو كان لي هذا الجيش، لو الجيش ده تحت إمرتي أنا، لأغيرن على محمد الآن فأستأصل شأفته. يعني إيه أستأصل شأفته؟ إيه الكلمة العجيبة دي؟ يعني أخلص عليه. الكلام ده قاله فين؟ فين هو واقف كده؟ قالوا فما أن أنهى خطابه لنفسه حتى سمع النبي من خلفه يقول إذن يخزيك الله، إذن يخزيك الله. فانتبه، فإذا هو رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الكلام ده أنا قلته جوايا، ما طلعش حتى على لساني. أنت عرفته إزاي يعني؟ عرفها بإيه يا أخوانا؟ بالنبوة والوحي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان الحكاية دي أنا حكيناها قبل كده وإحنا بنقرأ صحيح البخاري. فاكرين لما راح أبو سفيان وهو مسافر في القافلة في التجارة، وبعدين هرقل جابهم، هرقل الملك بتاع إيه؟ بتاع مين؟ بتاع الروم. راح جاب الجماعة بتوع قريش دول لما سمع إنه في نبي طلع فين؟ في مكة، قال لهم تعالوا أيكم أقرب الناس له نسبا؟ قال أنا. أبو سفيان قال له إيه؟ قال له أنا. قال له أقف هنا أهو، ووقف أصحابه إيه؟ وراه، وقال له أنا هسألك عن النبي ده يا جماعة، لو قال كلمة كذب كذبوه. فقعد يقول كل حاجة، يجاوب حتى ذكر هاتين الخصلتين للإيمان. وأنا ذكرت أن هرقل سأل أبا سفيان 11 سؤال. سألوا كم سؤال؟ 11 سؤال. كل سؤال يسألوا عنه يفهم هرقل إن سيدنا النبي نبي بحق، إن سيدنا النبي نبي إيه؟ بحق. حتى قال هرقل في آخر الحديث لو كنت صادقا فيما أخبرتني به فليملكن موضع قدمي هاتين، فليملكن إيه؟ موضع قدم. وقد ملكها رسول الله ولا لأ؟ نعم، بعطاء الله سبحانه وتعالى. حصل يا أخوانا؟ سألوا كم سؤال؟ 11 سؤال. قال له طيب الحرب هل حاربتموه؟ قال نعم. قال فهل ظهر عليكم أم ظهرتم عليه؟ فأبو سفيان راح قال له إيه؟ قال له نحن الآن في مدة ولا ندري ما هو صانع. يقول ما عرفت أن أكذب على محمد إلا في هذه النقطة، مش عارف أدخل عليه كلمة كده تخلي الرجل هرقل ده يبطل إعجاب بي. إنما أعجب به هرقل حتى قال يا أبا، قال له لئن كنت صادقا فليملكن محمد موضع قدمي هاتين صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هرقل هذا أسلم بعد ذلك. المهم دلوقتي في الحديث ده الإمام البخاري جاب لنا جزء من حديث أبو سفيان اللي قرناه زمان، وجايب الجزء ده ليه؟ عشان يحط إيدينا على خصلتين عجيبتين من خصائل الإيه؟ من خصال الإيمان. وده اللي احنا ايه قلنا عليه في أول الدرس. انتم معايا ولا مش واخدين بالكم؟ اسمع يا سيدي. قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك، هو أصلا سأله كم سؤال؟
11 سؤال. في الحتة دي البخاري جايب كم سؤال؟ سؤال. ليه؟ عشان يقول لك الإيمان اللي بنحكي عليه في كتاب الإيمان هاتين صفتين من صفات الإيمان. قال سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. يزيدون أم ينقصون؟ من دول؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحق يا سادة، وكذلك الإيمان يا أحباب، إذا انتشر يزيد ولا ينقص. كان واحد من مشايخنا زمان يقول علاقة المسلمين بالضغوط الحياة، بضغوط الحياة بالضبط زي الكرة المطاطية. جيب حضرتك الكرة المطاطية كده واخبطها على الأرض بكل عزمك، تفضل تحت ولا تطير لفوق؟ طب اخبطها بالراحة يحصل ايه؟ كل فعل له رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له ايه؟ الإيمان والمؤمنون. كلما ازدادت الضغوط كلما زاد الإيمان. هذه علامة. اوعى تفتكر انه ضغوط الحياة لو زادت عليك تقول له ليه كده يا رب ويخف الإيمان في قلبك، اوعى تفتكر ان ده إيمان حقيقي أبدا. إنما الإيمان الحق يا سادة، كلما ازدادت المحن كلما ازداد المؤمن تمسكا بربه. هو بيقول له كده، سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وكذلك الإيه؟ فإذا ازدادت الضغوط، ونحن في زمان مليء بإيه يا أخوانا؟ ها؟ بالضغوط. يخلي الناس تخرج عن دينها ولا تتمسك بدينها أكثر؟ أنت عارف يعني إيه ضغوط الحياة يا أخوانا؟ ضغوط الحياة معناه أن الدنيا تسفر عن وجهها الحقيقي، وأنها كاذبة، وأنها إذا زادت أو كسرت فاعلم أنها محنة، وأنها إذا حلت أو حلت، إذا حلت عملت إيه؟ أوعى تفتكر أن ضغوط الدنيا على قلب المؤمن حاجة وحشة، لا بالعكس، ده شيء في غاية الدليل على صدق الإيمان. قال له أكثر الناس بلاء مين؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المؤمن على قدر دينه. ليه؟ عشان كلما زاد الضغط كلما زاد التمسك بمن؟ بالله. واعرف أن الدنيا دي ملهاش 30 لازمة، وكده كده هي إيه؟ معدية، يعني معدية. هو كلهم 3 دقايق إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله يلتقي الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله يلتقي الخصوم. أنت زعلان ليه؟ ها أبو سفيان بيقول له سألني قال لي أيزيدون أم ينقصون؟ فقام قال له إيه؟ بل يزيدون. قال له وكذلك الإيمان. أدي الخصلة رقم كم يا أخوانا؟ الخصلة الأولى من خصلتين عجيبتين للإيمان. قال أبو سفيان، قال لي هرقل وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يا أخوانا أنا عايز أترجم لكم الصفة الأخيرة دي، الصفة الثانية. الصفة الأولى كلما زادت الضغوط كلما زاد الإيمان وزاد تمسك العبد بربه. الصفة الثانية إيه؟ الصفة الثانية اللي يدوق الحلاوة عمره ما يسيبها، بلغة النهاردة اللي يدوق حلاوة الإيمان عمره ما يسيبها. إذا خالطت بشاشته الإيه؟ القلوب، مش ممكن أتنازل عن هذا، لأن للإيمان حلاوة، ذاق طعم الإيمان، مش كده قال سيدنا النبي؟ ذاق يا جماعة طعم الإيمان، هذا الإيمان الذي له حلاوة ويذوق طعمه المؤمن. في النقطة الثالثة في درس الليلة دي أنا قلت لحضرتك إيه؟ النقطة الثالثة كانت إيه؟ أوعى تشوش عليه. اللي حاصل إن إحنا عمالين بنشوش، أيوة يا عم مصطفى، ما هي النقاط عاملة على بعض، ما هو الدرس كده، مش درس كده وخلاص، لا. اوعى تشوش على الحلاوة دي. صفتين للإيمان، يزيد ولا ينقص مع زيادة الضغوط. الصفة الثانية، من ذاق حلاوته باع كل شيء لأجل حلاوته. احنا بقى بنعمل ايه؟ ذقنا حلاوته فتركناه يشوش وتركنا الضغوط تأتي عليه. ايه بقى اللي بيشوش على الإيمان؟ ده اللي نقوله بعد الأذان. خلاص الأذان يا عم الحاج؟ طيب، ايه اللي بيشوش يا جماعة؟ اللي بيشوش على إيمان الإنسان الكلام اللي قاله سيدنا النبي في الحديث اللي جاي. يلا كده احنا بدأنا نقرأ الحديث الثاني اهو، بس واضح الحديث الاولاني ولا لا؟ واضح. بص بقى الحديث رقم 52 من ايه؟
من كتاب الإيمان. بيقول فيه إيه بقى؟ قال حدثنا أبو نعيم، وبالإسناد المتصل إلى الإمام البخاري، إلى أن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير. اسمه إيه الرجل ده؟ اسمه إيه؟ النعمان بن بشير ده صحابي. ده يا أخوانا مين أول صحابي ولد للمهاجرين بعد الهجرة؟ عبد الله بن الزبير. مين أول صحابي ولد للأنصار بعد الهجرة؟ النعمان بن بشير. اسمه إيه؟ النعمان بن بشير. لذلك انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، والنعمان بن بشير ده عنده 8 سنين. عنده كم سنة؟ 8 سنين، ومع ذلك بيقول إيه؟ سمعت رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعه. فإن للإيمان حلاوة، فإن للإيمان حلاوة إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. كذا جاء في أسئلة هرقل التي سألها أبا سفيان رضي الله عنه، وقد أجاب بهذه الإجابات وأبان عن صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ صحيح أبا عبد الله البخاري، انتقلنا من هذا الحديث إلى الحديث الذي بعده، وقد عنونا له بقولنا يا جماعة لا تتركوا للمشوشات أن تعبث بالإيمان في القلوب. الإيمان يستقر فين يا مشايخ؟ في القلب، والقلب ملك الأعضاء، والقلب ملك الأعضاء. ولما سمي القلب قلبا؟ لثلاثة أسباب: إما لأنه يتقلب، ما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب، وقيل لأنه وضع في القلب مقلوبا، وضع في الجسم مقلوبا، فلذلك سمي ماذا؟ سمي قلبا، سمي قلبا لأنه وضع في القلب في الجسم مقلوبا. قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا. إذن لا تشوش على الإيمان في القلب. ما هي المشوشات يا سادة؟ جاءت في حديث النعمان بن بشير، الحديث رقم 52 في كتاب الإيمان في صحيح البخاري. بيقول إيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه؟ قال سمعت رسول الله. قال إيه؟ سمعت رسول. أنا عايز بس لقطتين بس في النعمان بن بشير. من أول من ولد للمسلمين بعد الهجرة من المهاجرين؟ عبد الله بن الزبير. كان في بطن أمه أسماء أيام الهجرة، صحيح؟ فمن أول من ولد للأنصار من الصحابة بعد الهجرة هو الرجل اللي معنا ده. اسمه إيه؟ النعمان بن بشير. فهو صحابي وأبوه صحابي، صحابي وإيه؟ وأبوه صحابي. النعمان بن بشير ده يا سادة هو الذي أرسلته نائلة. مين نائلة دي يا عم الشيخ؟ ده بتقول كلام عجيب كده. مين نائلة ديت؟ زوجة سيدنا عثمان بن عفان. لو يوم قتل عثمان في داره فأرسلت نائلة ثياب عثمان وخصلات من شعرها وإصبع، يقولون إصبع من أصابع عثمان، إلى معاوية بن أبي سفيان فين؟ في الشام. مين اللي راح بالحكاية ديت؟ النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها، 8 سنين أو يمكن 7 سنين، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم والنعمان بن بشير عنده كم سنة؟ 8 سنين. 8 سنين وبيقول سمعت رسول الله وبيروي عن رسول الله وعنده كم سنة؟ 8 سنين. هات كده طفل النهاردة عنده 8 سنين يعرف يحفظ لك كلمة ولا يحفظ هو وكل حاجة، لكن كيف يعي هذا العلم وينقله لمن بعده؟ هذه لقطة عجيبة. 8 سنين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذه المشوشات يا جماعة، وأنا سأقرأ هذا الحديث الذي يحتاج إلى تفصيل. قال سمعت النعمان بن بشير يقول، ها معكم النسخ صحيح، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، ها فمن اتقى الشبهات أو فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث عظيم من أعظم ما أنت سامع عن رسول الله. الحلال إيه يا جماعة؟ بين. والحرام إيه؟ العلماء يتكلموا في الحكاية دي يقول لك ضمير الإنسان يصرخ إذا مد يده لحرام دون أن يعلمه أحد أن هذا حرام.
صحيح؟ وضميره يستريح إذا مد يده للحلال دون أن يعلمه أحد أن هذا حلال. وكان المشايخ يضربوها، يضربوا مثال بالقطة. عارف أنت القطة؟ حضرتك قعد كده بتتغدى ولا حاجة، وبعدين قاعدين وراحت القطة راحت خطفة ورك فرخة ولا حتة لحمة من تعمل إيه القطة لو خطفتها؟ تجري تستخبى بها في أي حتة، صح كده؟ ها؟ طيب مد إيدك أنت كده وارملها ورك فرخة قدامها، أنت اللي تديها لها، القطة تقعد تعمل إيه؟ تاكلها قدامك. إشمعنى هربت بالأولانية وبالتانية قعدت تاكل قدامك؟ عشان الحلال بين والحرام بين. محتاجة خناقة؟ مش محتاجة خناقة. بعد إذن حضرتك خليك في البين. لذلك قال رسول الله لما سألوه عن البر والإثم، سألوه عن ماذا؟ عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. ما إيه؟ حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحلال بين والحرام، والمشكلة فين طيب؟ المشوشات فين؟ ما دام الحلال واضح والحرام واضح وبوضوح كده، هو الحلال واضح والحرام واضح ولا لا؟ واضح. لو ماشية في الشارع لابسة لبس مش كويس بيبقى ضميرها من جوه مأنبها، لو ماشية محترمة وماسكة نفسها تبقى مطمنة من جواها. سبحان الله، الحلال بين والإيه؟ والحرام بين. أمال المشكلة اللي بتشوش فين؟ ها؟ المشبهات اللي أنت عارفها حلال ولا أنت عارفها حرام. قال فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ إيه؟ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى. ايه بقى المشبهات ديت؟ كم حاجة من الأمور الغامضة التي لا يعرفها كثير من الناس. مولانا الشيخ الشعراوي الله يرحمه سألوه عن حاجة من الحاجات دي زمان، ده يقول حلال وده يقول حرام، فأم قال لهم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه؟ شوف 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 حضرة النبي حط جنب الدين إيه؟ العرض. هو مين أغلى، الدين ولا العرض؟ محتاجة كلام مش محتاجة كلام، لكن سيدنا النبي يقول إيه؟ لدينه وإيه؟ وعرضه. فقام الشيخ قال إيه؟ ومن لم يكن عنده دين فعرضه يمنعه. ما تقعش في المشبهات عشان عرضك، مش لو مش خايف على دينك خاف على إيه؟ خاف على عرضك. من لم يكن عنده دين فعرضه إيه؟ عرضه يمنعه. يا أخوانا الحديث ده يحتاج إلى وقفات طويلة، صحيح؟ عايزين نعرف إيه هي المشبهات دي اللي بتشوش على الإيمان، وإزاي القلب يعني كالراعي يرعى حول، إذا فسد القلب، إذا فسد ها فسد سائر البدن، وإذا صلح إزاي؟ ما الذي يفسد القلب وما الذي يصلحه؟ ده كلام محتاج تفصيل، وإذا نلتقي عليه في الأسبوع القادم، صحيح؟ لكن عايز أقول لكم آخر معلومة، آخر معلومة. الحديث ده يا جماعة ربع الإسلام. كم ربع الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات مرويات عن خير البرية. عمدة الدين عندنا كلمات مرويات عن خير البرية. اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. ما هو برضو كده الحكاية. عمدة الدين عندنا كلمات مرويات عن خير البرية. ما تصلوا عليه، هقول اخلصها وهنصلي اهو، هقول البيتين دول وخلاص. ها، عمدة الدين عندنا كلمات مرويات عن خير البرية. اترك الشبهات، ده اول حديث اللي هو حديث النعمان بن بشير. اترك الشبهات وازهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك. اذا الحديث رقم كام؟ ها، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك. يبقى الحديث رقم كم ده؟ ثلاثة. دع ما ليس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مش الحديث كده؟ ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. يبقى كم حديث؟ يبقى أربع حديث. أو عمدة الدين عندنا كلمات مرويات عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. يبقى الحديث بتاع النعمان بن بشير ده ربع الإسلام. إيه يا أخوانا؟ ربع الإسلام. ونحن سنقف معه بعض الوقفات، لكن في الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. يوم الأربعاء، ما النهاردة إيه؟
النهاردة الأربع يبقى يوم الحد، أنا آسف معلش، إن شاء الله يوم الأحد القادم عقب صلاة المغرب كعادتنا. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من مجالس العلم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اجبر خللنا واغفر ذنبنا وخطأنا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.